الحكومه يجب ان تقوم بشغالها كتقوم به وخصها تقوم به وخصها تستمر تقوم به، وانتم وظيفتكم كصحفيين تقولوا لنا هذا الكلام هذا، وحنا خص الصدر ديالنا يكون رحب ونتفاعلوا مع الاسئله ديالكم. انا عندي في الحقيقه سؤال ورساله سي الوزير. لا عندك غير سؤال، تفضل اعطيني السؤال ديالك. عطيتو رساله. لا اعطيني غير سؤال. شكرا. رسالة ماشي مشكل. لا اعطيني السؤال ديالك. سي الوزير مقلق شويه. لا اطلاقا، انا اعطيني السؤال نجاوبك. إلى توفرت عندي المعطيات طبعا. في تطور لافت ما يعتبرون ضحايا ديال امتحان المحاماة، دخل هؤلاء المتضررون في يعني إضراب مفتوح عن الطعام. هناك اتهامات للحكومة بتجاهل مطالبهم وأيضا بتعريض حياتهم للخطر. هناك طرح سؤال، علاش الحكومة أنها ما خرجتش، مع العلم أن رئيس الحكومة كيبقى الفصل 89 من الدستور هو رئيس ديال وزير العدل. واش كاين شي تدخل بحكم أنه اليوم وصل اليوم السابع في الإضراب عن الطعام ومتشبثين في القرارات ديالهم؟ واش الحكومة تقدر تاخذ شي قرار حاليا، ولا شي واحد من الحكومة يقدر ينزل عندهم يشوفوا المطالب ديالهم؟ شكرا. شكرا لكم. تطور لافت ما يعتبرون ضحايا ديال امتحان المحاماة، دخل هؤلاء المتضررون في يعني إضراب مفتوح عن الطعام. هناك اتهامات للحكومة بتجاهل مطالبهم وأيضا بتعريض حياتهم للخطر. هل هناك من مبادرات وتدخلات الحكومة لإنقاذ حياة هؤلاء المتضررين؟ شكرا. سيد الوزير نفس السؤال ديال المحاماة، واش كاين شي تدخل بحكم أنه اليوم وصل اليوم السابع في الإضراب عن الطعام ومتشبثين في القرارات ديالهم؟ واش الحكومة تقدر تاخذ شي قرار حاليا، ولا شي واحد من الحكومة يقدر ينزل عندهم يشوفوا المطالب ديالهم؟ شكرا. بالنسبة للسؤال ديالي هو مرتبط الإضراب اللي كيخدوه ما يسمى بالمرصبين من امتحان المحاماة. اليوم وصل اليوم السابع، وقبل الحكومة عملت معه وسبق لكم صرحته أنا سيد الوزير بأنه أعطيته إشارة أنه كان قطاعي. هناك طرح سؤال، علاش الحكومة أنها ما خرجتش، مع العلم أن رئيس الحكومة يبقى الفصل 89 من الدستور هو رئيس ديال وزير العدل، يعني كان المفروض أنه يخرج. علاش تعاملت الحكومة معه بواحد الشكل على اساس انه قطاعي؟ كان واحد الرقم 33615 كيداول بلي ان فيه شبهه ديال التزوير. واش حنا درنا مجموعه من المحاولات باش نشوفوا هذا السيد هذا اللي نجح شنو هو الرقم ديالو في الامتحان، في اللائحه ديال المستدعى اللي غيجيو يدوزوا الامتحان الكتابي. وشكرا السيد الوزير. شكرا. هالو، خصوص السؤال الاول ولا الاخير جمل تحت مرتبط بحملات الكراهية والتمييز، أولا هذه قضايا كلها المغرب يرفضها أولا في نص الدستور، ثانيا جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا أيضا ترفض وتمنع أي تمييز كان وأي نشر لأفكار الكراهية كيفما كان النوع ديالها ولا الأصل ديالها، وهذا ثابت بالدستور وبالوثائق. بلدنا هي بلد اللي عنده واحد تجربة رائدة وكبيرة جدا في إدماج المهاجرين، ولابد مرة أخرى أننا نتوقف عند المبادرة الملكية الكبيرة التي أطلقها جلالة الملك، والتي بيّنت إلى حد كبير كيف أصبحت بلادنا انتقلت من دولة للعبور إلى دولة للاستقرار. إذن على المستوى الرسمي والقيمي والمبدئي هذه قضايا يعني بلدنا قطعت معها. على أين؟ كنسمعوا بعض الاحيان، لكن اعتقد بانه هذا ماشي فقط يعني عمل اللي خص تقوم به الحكومه وحدها، ولكن هذا عمل ديال جميع المتدخلين، احزاب سياسيه، جمعيات، مجالات ولا فضاءات ديال التنشئه الاجتماعيه في بلادنا. هادشي كله يجب ان نعيد فيه النظر وان نحصن المشروع المغربي اللي هو مشروع منفتح ويحترم كيف ما قلت الاخرين. مستجدات سي الارقام بخصوص موضوع الاسعار، هذا موضوع اللي أكدت داخل هذه الندوة غير ممرة، وأكد السيد رئيس الحكومة ومن خلاله المختلف المتدخلين في مجال الأسعار بأن الحكومة تعطي أهمية كبيرة
القفة المغربية، وقلنا مرة أخرى الأولوية للسوق الوطنية. وانت اعترفت يا سي الأرقام بالمجهودات اللي قامت بها الحكومة، هي مجهودات كبيرة. قدرنا أننا نحقق نتائج مهمة في بعض المواد، ولكن اللي نبغي نأكد مرة أخرى بأنه هذا الورش سوف تسير فيه الحكومة بشكل مستمر، ما غاديش يتوقف العمل ديالها. وأنا هنا ملي كنقول العمل ماشي فقط هو العمل ديال الرقابة اللي هو مستمر، ولكن أيضا هو جملة من الاجتماعات اللي كتقوم بها الحكومة مع مختلف المنتجين، وكان تدخلوا حسب مادة مادة باش نشوفوا الخصص اللي كاين ونشوفوا التمويل ديال السوق الوطنية، وأيضا نشتغلوا بكل جهود على تخفيض الأسعار. لكن يجب أن نتفق مرة أخرى بأن هناك المضاربين، وغادي نقولها وغادي نعود نقولها، وهذه وظيفتنا جميعا أننا نحطوا بعض الأحيان حتى ذاك المجهر ولا لوب نحطوها فين خصو يتحط. ماشيش معناه بأنه الحكومة خصنا نعفيها، لا، الحكومة يجب أن تقوم بشغلها، كتقوم به وخصها تقوم به وخصها تستمر تقوم به. وانتم وظيفتكم كصحفيين تقولوا لنا هذا الكلام هذا، وحنا خص الصدر ديالنا يكون رحب ونتفاعلوا مع الأسئلة ديالكم. لكن هناك مضاربين نعترفوا باش ما يتقالش عاود بأنه رحنا بغينا نرميو الكرة لشي جانب عن جانب آخر. هناك مضاربين يضاربون في هذه الأسعار وفي هذه المواد، للأسف كنا كنعرفوهم وكنشوفوهم وباينين، وكيستغلوا يعني هذه الارتفاعات الغير مفهومة ديال مجموعة من المواد. فاللي طلع لشي بلاصة بغي يبقى فيه، هادشي راه ما غنقبلوش. الحكومة راه غتبع المواد مادة مادة، وغادي نشوفوا الانخفاضات اللي عرفتها هذه المواد هذه، وإلا كان إجراءات إلزامية وإجبارية وأكثر من هذه اللي تخات غادي ناخذوها. بخصوص الدعم ديال اللحوم الحمراء، الحكومة عمرها ما عطات الدعم للحوم الحمراء، باش نكونوا واضحين. الحكومة ما عمرها ما دعمت سلسلة الأبقار في هذا حنا كنتكلموا على الدعم المرتبط بالبقرات الحلوب، وهذا هذاك دعم مختلف. وهذاك عنده مسارات ديالو. هاد العملية اللي قامت بها الحكومة الآن شنو عملنا؟ عملنا جوج ديال الإجراءات أساسية. واحد، استيفاء الرسوم، زولنا الرسوم اللي كانت على العجول على البقرات الأليفة، وذاك الإجراءات اللي كانت في المرسوم السابق ديال الوزن مع الكمية الإجمالية زولناه. والإجراء الثاني هو إجراء ديال عفينا هاد الاستيرادات هذه من القيمة من الضريبة على القيمة المضافة اللي هي التيفيا اللي كانت كترفع السعر ديال اللحوم الحمراء. علاش دارت الحكومة هادشي هذا؟ دارته باش يوقع واحد التخفيض في الأسعار ديال اللحوم الحمراء اللي كيستهلكوها المغاربة. هادشي غير قانوني، أول مرة نسمع هاد الكلام. إلا كان هذا غير قانوني نردوه نزولوه. أنا هاد اش مصفقه، شحال جات من 22، نعطيك الارقام، من 22 اكتوبر السنه الماضيه لحد الان يلا دخلت 9000 8000، ماشي كاع 9000، يلا دخلت واحد 8000. شكون هذا اللي تعطات له الخبار وكيفاش تعطات له هذا الخبار وشحال جاب بالسلامه؟ اجي نشوفوا، راه 27 متدخل و27 مستورد، وكنتكلم على من اكتوبر 2022، وهذا القرار هذا راه يلا دخل في الشهر الماضي، يعني في اواخر الشهر الماضي، هذه تقريبا واحد 20 يوم، شحال بالسلامه من عجل. ثم الحكومه علاش قامت بهذه الاجراءات هذه؟ الحكومه قامت بهذه الاجراءات باش تفتح المجال لجميع المستوردين، باش اللحوم الحمراء توجد في السوق، باش الاسعار تهبط. هذا هو علاش قمنا بهذا العمل هذا. هذه النظريات ديال تسريب الخبر، شحال من عجل تستورد؟ هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح. راه لحد الان حنا غير راضيين على العدد العجول اللي تستورد، بغينا يرتفع العدد، ولا كتعرف شي واحد نقولوها ليه يجيب. ولكن حذاري من هذا الشيء اللي كيروج. انا ما كنتكلمش معك انت، لكن هناك اخبار غير حقيقيه تروج الهدف منها ما عرفتش شنو هو. حنا بغينا هذه المساله ديال التسريع في عمليه الاستيراد توقع، لان اللحوم الحمراء خصها تنخفض مازال، خص السعر ديالها يزيد مازال يهبط باش يكون في متناول المواطنين. الدعم ديال السكن المباشر هذا جاي، انا تكلمت عليه، هذا موضوع اللي كتشتغل عليه الحكومه. لكن باش نكونوا واضحين، هذه قضايا راه ماشي تاتي بين عشيه وضحاها. صحيح انه هذا مقتضى اللي جاء في قانون الماليه ديال سنه 2023، لكن هناك مجموعه من المتدخلين ثم اللي كاين خرج مرسوما يجيب على السؤال وما يكونش موضوع انتقاد، واللي قدم بالفعل واحد الدعم مباشر لهاد الناس، خاصه المقبلين على الزواج او اللي عاد كيشكلوا الاسر ديالهم، خصنا ندرسوه بشكل مدقق. فدراسة هاد المرسوم باش يعطي أجوبة حقيقية لابد أنها تدار في إطار سليم. موضوع المرتبط، وأنا اللي كنعرف بأنكم يعني عندكم فيه أسئلة، هو الغازوال الروسي. أولا، الاستيراد ديال الغازوال من روسيا قبل هذه الحكومة وفي هذه الحكومة هذه كان دائما في واحد الحدود ديال 10%. وأنا نعطي الأرقام،
سنة 2020 كان الاستيراد ديال الغازوال الروسي هو في حدود 2020 9%، 2021 5%، 2022 9%، وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر، الاستيراد حر. بلادنا عملت على تسخير كل الجهود، لا سيما وانا نعطي هنا واحد المثال، الحكومة وبلادنا دارت مجهودات كبيرة باش تستورد الفحم الحجري الروسي، لأنه هو اللي ساهم، الاستيراد دياله هو اللي ساهم في التحكم في الفاتورة ديال إنتاج الكهرباء ببلادنا. اليوم لابد أننا نتكلم على أن متوسط سعر الغازوال خلال هذه الفترة من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطقي العرض والطلب. شكرا لكم.